يا حسين ضلع الزهر انكسار يا خويا يا خويا حسين ضلع الزهر انكسار يا خويا قوم خويا نحضن من بلجه نخفف وجعها نوقف دموم اللي تنزف منها ونجمد ضلعها ونعرف اش حالات العين اللي الداعي بقوة صفعها يا نور العين على العين اش صدار يا نور العين قلبي شطرين على الزهر انشطار يا خويا حسين يا خويا حسين ضلع اخويا يا حسن ارجوك سامحني الامر يصعب علي عيوني ما تقدر يا خويا تنظر عيون الزكية صدرك خوفي يا ابن امي اشوف امي وتوافين المنيه لا تلوم حسين يا ابن امي يا حسين لا تلوم حسين ملطوم العين لا تنادي يا حسين يا خويا يا خويا ضلع عز اسمع وذاب قلب حسين وهل دموع من شاف العاقلة وزينب وش تسوي زينب ويامها ذاب قلب حسين وهل دموع من شاف العاقلة جايب اخمار البيت ولو دامعها بخدها تسيلة واش عندش يا زينب جايب اخمار البيت ولو دامع بخدها تسيله تصيح قوم نودي لمن اخمارها ومحسن نشي داب قلب حسين وهل دموع من شاف العقيله جايب اخمار البتوله دمعها بخدها تسيله صيح قوم ودي لمن اخمارها ومحسن نشي من هض العين بالعصره مكسره من هض وملطوم العين واخونا على الثرى يا خويا يا خويا ضلع عز يا خويا اسمع سمعت الزهرة وانين اولادها وفتحت جفنها سمعت الزهرة وانين اولادها وفتحت جفنها صار خاطرها تضمهم مثل الأول في حضنها ابكي 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 الله يثيبك الله يعودك الزهرة بعد على من إذا ما بكينا على أم حسين يلا الله يعودك سمعت الزهرة واني أولادها وفتحت جفنها
صار خاطرها تضمهم مثل الأول في حضنها. صاحت يا حسين يا زينب يا حسين، صاحت يا حسين. سمعت الزهرة واني نولادها وفتح جفنها. صار خاطرها تضمهم مثل الأول في حضنها. ذكرت المسمار والأضلاع متكسرة ببطن. أين أضمكم يا ولادي؟ خلاص ما بضمكم إلا أنا إذا صرت جنازة بأشيل جفوفي من الجفن وبحضنكم، أما الحين ما في. صاحت ذكرت المسمار والأضلاع متكسرة بباطنها. صاحت يا حسين يا زينب يا حسين، صاحت وين أحضن وين وبصدري هالميحان. يا أبو يا حسين خويا ضلع عز